غير رحم المهم تتلمى قول لي شنو قول لي المهم ما ديالك شوي يفرز بار وبار التهدية جيب له الماء وجهه صفار بعدا جيب له الماء اخبار يقين قد يولا تنصابة لا ما يمكنش لان ما يمكنش صاحبي السلام عليكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن كنتمنى لكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك وخوتي بهذه المناسبه سعيده ان شاء الله الرحمن الرحيم نفطروا مجموعين انا وامي وعمي ووليداتها كاملين نفطروا على برا كنا متفقين اننا نخرجوا نفطروا على برا ايوا راه زايرين واحد المطعم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنكملوا ان شاء الله السهره عند امي في الدار نسحروا معاها ان شاء الله وبهذه المناسبه فكرت وقلت غندير واحد المقلب اللي كيتعلق بالدار ديالي اللي من خلاله بغيت نشوف ردة الفعل ديال بدر واشرف على الخصوص قوم معايا خوتي مرحبا جيب له الماء وجهه صفار بعدا جيب له الماء جيب له الماء وجهه صفار السيد صافي يلاه صافي يلاه سير شنو الماء مالك حمزه قول لي حمزه صافي شنو وقع حمزه قول لي مرحبا والله والله تنقول لك والله تنقول لك اصبر عليك اصبر عليك حمزه حمزه خويا الله يرحم المهم تتلمى قول لي شنو قول لي المهم ما ديالك حمزه والله ما بديتش ورقه والله انت انا كنت شاك كنت شاك في داك القمر لا دابا ما تقولهاش لي يا ساره واش فيديو يا ساره واش من فيديو والله انت كنت شاك قول لي شنو الدار ديالو هي نصب عليهم هذا شوف راه ما يمكنش حمزه يدوي وانت ما يفهمناش واقع دابا قول لي شنو كاين قول لي شنو كاين صح شوف هذوك شهرين اصاحبي صافي يدوي والو السيد والسيد ودابا جاب لي الخبر اليقين قال لي والله تنصابه لا ما يمكنش لان ما يمكنش ما يمكنش اصاحبي لا بونك يستاهل اي بنك يستاهل ما باقي ما عطيناهم حتى شهر لا ما ولكن هما ما يمكنش يعطيو كريدي باقي ما عطيناهم حتى شهر ما باقي حتى الورقه ديال الكريدي حتى النوطيغ باقي كاع ما عطينا داك الحشاد المنيون رجعت لينا فاش رجعت عقلتي راه هذا هو المشكل قالوا له ما تفرش عليا تقلد عليك دابا قول لي شنو كاين بالضبط وانا مشيت فين كاين هاد النوطيرات مشيت عادي القانون عادي وقلت ليه هذاك النوطي اللي حدا اللي حدا حدا لاكار بغيتو عطى لي السافي صاحبي قال لي سير عنده قال لي لا راه النوطير ديالي قال لي النوطير ديالي دار لي 25 مليون انا الحباب ديالي ما شعرت بديت تنغوت على حمزه وبديت تنقدامو باش يزيد ويتيقو حيت مع الصراحه الغوات ما تيقبلوناش الفيديو داكشي علاش كنغوت بهذه الطريقه حيت كاع الصوت ديالي عرفتي شنو هنا بدر واشرف صافي تيقو 100% ما كاين لا برانك لا حتى شي حاجه شوفوا رده الفعل اشرف جول تماك باش نخوي الدار ما ترود دابا شنو ندير ويلي 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 كنتني بالضحك في هاد اللقطه اشرف شوف كيفاش كانت الفلوس حتى شي يوم سيت في القهوه ماشي في لاجونس ديال واش دابا انت عطيت الفلوس في القهوه لا هو هادشي اذا تفليا هادشي زعما ديال الصحه ماشي واش غزال بالله انت ما يمكنش ما يمكنش ديك قلتي لنا دوزوا الفلوس في البنك فهاد اللقطة بديت نتحلف على حمزة تنقول له أقسم بالله كنت أعرف بابا هادشي كون مشينا فيها كنا هنا خوتي صافي حمزة سخف دار راسو سخف وعطينا يشرب شو باطر كيفاش كانت ردة الفعل سميتك وسميت
قال لك 15 يوم جاتك الورقه ما كاين كيجاوبنيش في التليفون داهم عيطت ليا الكونسيرج قال لك اودي شوف راه عندكم لي بروف ديال الفيديوهات مسجلين بالورقه وعندكم ايوا ولكن ما مصورينش دابا دابا بلاتي 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 دابا شوف هادشي كله فيلم هذا بلان هذا هذا بادر ما عمري خديت شي دراهم اقسم بالله بهذه الطريقه انا عادي حيت ما يمكنش انا السيد انت غتحط فلوسك اصاحبي في السيد حيد لي 20 مليون السيد حيد لي 20 مليون متدين باين عليه فوج متدين دابا قول لي الله يرحم ميمتك دابا نتعشى حنا معاكم ولا اش داير الفيديو بهذا الله يهديك تخراي سير تصمر صافي خليها انا كثر عاد الله يعطيني كسيده فينا هو التقليد الله يهديك الله يهديك واش متسيت زين ولا صالح لا لا والله يعطيني كسيده واحد اللحظه عصبتني صالح نقول له خوت اجي اشرف اجي والله تجي اشرف حيت انا عارفك ما يديش يمكن تصيدها تصيدك اشرف فلوس نريح في زبكه ممثلة وطلع حرام في عينك ناري صفا الماء طاحت كي عرفوا صايختي خوتي باش انا باش يتيقوا لي خاصها تكون عندها لي رياكسيون خاصها تغوت عاد يتيقوا لي بصح هي الشخص فيك وانا نقولها غوت فيك صافي ناري بادر بادر والله يتمشوا نشوفوا بادر كيف غوت صراحه شفت كيف لا والله يتف انا واحد اللقطه صافي فاش شفت انه قال لك القهوه والله تخلعتيني باخ انا انت قلت لي القهوه ناري بدر واشرف ركبي شلو ليهم لا دابا دابا انا فني شفت شو دخلت لقيتو في واحد الحاله اللي انا كنعرف حمزه ملي كيكون فريمون كاعي شفتو في واحد الحاله اللي عرفت كاين شي حاجه ما فيهاش لا انا جالس هنا وتندوي مع فطر الزهر تنقول لهم عرفتي بلاتي غادي يقول لك فيها علاش لان ما يمكنش واحد نوطيك يصوب لكم الورقه كلشي وهو عاد يجي يقول لا لا عرفتي دوختهم بواحد 10 المليون زدتي تاكدتي التقليد لا انا فاش قال لي عطيتك الفلوس في القهوه انا انت قلتي في القهوه انا لا هذه ما رديتلاش انا رديت لها البال هو حمزه انا عارفه بان ما حط الفلوس في لابونك ما عطاهمش النوطير فوالا يعني اللي غيمشي الفلوس اللي غيمشيو لك انا قلت 100% عرفتي اشرف اخوتي انا راه تخلع والله حتى تخلع ولي والله العظيم تبادر ناري ناري بدر صفار والله تصفار دابا اجي نقول لكم علاش قلتوا لي انا حيت عرفتوا لي بالتعليق نقصاهم حيت اشرف بيت سفيان بيتو لا لا سفيان بيتو عرفتو غادي يشوف كاميرا وبادر قسما بالله مقشع الكاميرا وقال له اشرف ناري ديري فيا فيديو والله مقشعة ناري خاطر كيفاش درتي لا خويا ناري سكع عرفتي شنو واحد اللقطه بس كنقول صافي الضرب شات كيفاش قال لي عطيت الفلوس في القهوه والله ما يعطيها الفلوس اقسم بالله واحد حضر ناري ويجي الحي تبارك الله عليكم زعما زعما الصراحه هذا في فيهم جهل دايما الضرب قاسي هادي حطوا فيديو خوتي ما نطولوش عليكم تحيه ديال العائله تاع الطاري مجموعين كنحبوكم كنقول لكم ان شاء الله 10 اواخر كنقولوا اللهم دعاء دعاء يلا بد راسه اللهم اللهم تقبل منا هذا الصيام ويخليش هذا الشهر المبارك على يا ربي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله يا ربي امين يا ربي رمضان بخير تبارك الله عليكم ان شاء الله في ليله القدر عندي الخوت الحباب ديالي ان شاء الله توجدوا لي القفاطن وان شاء الله هما يوجدوا لي قفاطن ويكون ان شاء الله ليله زوينه بزاف ان شاء الله خوتي ختاما السلام عليكم ورحمه الله